مساء الخير، النهاردة هنتكلم عن الجيش المصري القديم وعن المومياوات المصرية. الموضوع الأول الجيش المصري، لكي نلم بصورة بانورامية عن الموضوع علينا أن نطرح بعض التساؤلات ونجيب عنها. أول سؤال، هل هو جيش نظامي أم غير نظامي؟ ما هي أهم آثاره ومصادر معلوماتنا عنه؟ ما هي أهم المراجع اللي تتناول هذا الموضوع؟ وهنا أتوقف وأذكر بعضها. دراسة لعز الدين إسماعيل عن تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ، نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة تاريخ المصريين في العدد 230 سنة 2003. وأيضا دكتور أحمد أدري، المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية أي الدائرة الحديثة من 1570 ل 1087، وهو مترجم عن رسالته للدكتوراه، وصدر في سلسلة 100 كتاب ضمن مطبوعات المجلس الأعلى للآثار. بالنسبة للأوسمة اللي كان بياخدها الضباط في دراسة لعبد الله عبد الرازق عبد الحميد، الأوسمة العسكرية الملكية في مصر الفرعونية، وأصدرتها مكتبة مدبولي في 2007. وللدكتور محمد رأفت عباس دراسة من جزئين عن الجيش في مصر القديمة وعصر الدولة الحديثة. الجزء الأول بيتكلم فيه عن الخصائص والشؤون العسكرية، والجزء الثاني بيتكلم فيه عن الحروب والمعارك في عصر الدولة الحديثة. أيضا نفس هذا الباحث له مقالة عن مسميات الحرس الملكي في النصوص المصرية، صدرت في دورية أبجديات اللي بتصدرها مكتبة الإسكندرية في مركز الخطوط في 2008. ودكتورة منال محمود لها دراسة مهمة جدا عن الأمن والحراسة في مصر القديمة من خلال الألقاب والوثائق حتى نهاية عصر الدولة الحديثة. ده بالنسبة للتساؤلات الخاصة عن أهم المراجع، ولكن الموضوع مش مجرد تساؤلات هل هو جيش نظامي أم غير نظامي، إيه آثاره ومصادره، إيه المراجع، لكن هناك أيضا تساؤلات أكثر أهمية من هذا، مثل إمتى بدأ الجيش؟ مما يتكون؟ أي عناصره الداخلية، تقسيماته، كيف تطور الجيش المصري؟ إيه هي أهم أشهر المعارك اللي خاضها؟ مين هم قادته؟ بعض الألقاب العسكرية اللي حملها القادة أو الجنود في الفروق في الفرق والفروع المختلفة للجيش. ونقدر نبتدي ونحاول نجاوب على بعض الأسئلة دي. الجيش في بدء الأمر كان جيش غير نظامي، تكون بدعوة من حاكم كل إقليم. ساهم الجيش في عصور ما قبل الأسرات والأسرات المبكرة وقبيل الأسرات في تكوين ممالك مصر. يبقى في ما قبل الأسرات وقبيل الأسرات كان للجيش دور في تكوين ممالك مصر في الجنوب وفي الشمال اللي سعت نحو الوحدة التاريخية مع فجر التاريخ في عصر الأسرة الأولى قرابة 3150 قبل الميلاد. صليات عصر ما قبيل الأسرات وعصر الأسرات المبكرة بتمدنا بمعلومات هامة جدا، وأشهر الصلايات دي صلاية الملك نعمر في الطابق الأرضي بالمتحف المصري. الصلاية صلاية نعمر تمثل معلومة هامة جدا بالنسبة لنا، مفادها هو تكون الجيش من عدة ألوية، لكل لواء شارة خاصة بيه. غالبا ما اتخذ هذا اللواء وهذه الشارة من الرمز المقدس للإقليم اللي بتمثله. النقطة الثالثة اللي ممكن نذكرها في هذا المقام أن كثيرا ما ساهم الجيش في العصور الباكرة في تأمين حدود مصر الشرقية، ساهم أيضا في بعثات التحجير والتنجيم خاصة في مناجم ومحاجر شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية. أيضا ظل الجيش المصري طول العصور الخاصة بالدولة القديمة جيشا غير نظامي، كانت تتم الدعوة لتشكيله عند الضرورة. بتشهد بذلك وثائق هذا العصر خاصة في الأسرة الستة، سيرة القائد ويني، السيرة الذاتية للقائد ويني اللي ترأس محكمة والقضاء الخاص بمؤامرة الحريم الملكي في عهد الملك بيبي الأول. سيرته الذاتية بتتكلم كيف دعا إلى تكوين الجيش من الأقاليم. أيضا لدينا نماذج أي مكتات للجيش المصري بفرق مختلفة تم استخراجها واكتشافها في مقابر الجبانة الكبرى للموظفين في سفح هضبة بني حسن في مركز أبو قرقاس بمحافظة منيا، وأيضا في مقبرة مكتراع بالبر الغربي للأقصر. على سبيل المثال للحصر،
الأماكن دي مدتنا بمكتات غالبيتها معروض في المتحف المصري حاليا، والمتحف الحربي في قلعة الجبل بمحافظة القاهرة، ومتحف ملوي في مركز ملوي بمحافظة المنيا، ومتحف النوبة بمحافظة أسوان. النماذج دي بتمدنا بكثير معلومات عن تكوين الجيش وفرقه، ألويته، نوعية السلاح المستخدمة فيه، العتاد الحربي، وإن غالبية الجيش كان بيكون من فرق المشاة المدرعة بالدروع والسيوف والرماح، أيضا فرق النبالة من حاملي الأقواس والسهام. وحتى هذا العصر لم يكن قد انضم بعد سلاح المركبات إلى الجيش المصري. أمدتنا مقابر النبلاء في الجبانة العليا ببني حسن بمناظر المعارك، وأيضا بأبراج اقتحام الحصون والتدريبات العسكرية، سواء تلك اللي دارت أثناء صراع الإهناس الطيبي بين الشمال والجنوب في نهاية عصر الانتقال الأول وبداية الدولة الوسطى، وخاصة دارت معاركها على أرض أبيدوس وسوهاج، أو تلك المعارك والتنظيمات الخاصة بالجيش في عصر الدولة الوسطى. سابع نقطة هي أنه مع عصر الأسرة الـ12، وتحديدا في زمن الأسرة الـ12، انضمت خيول للدواب المستخدمة في الجيش المصري وفي الحياة المصرية القديمة بوجه عام. وكشفت مقبرة حعب جيفاي من عهد سنوسرت الأول وهو حاكم أسيوط، ولكن في مقبرته المكتشفة في الكرمة، جبان كرمة بالسودان، كشفت عن خيول مستخدمة. مع احتلال الحقاو خاسوت الهكسوس، أي حكام البلاد الأجنبية لمصر، اضطر المصريون إلى استخدام الخيول في الجيش، فتكونت فرق العربات العسكرية والحربية. أما في عصر الدولة الحديثة أصبح للجيش فيلقين، يتألف الجيش من فيلقين رئيسيين، واحد لمصر العليا مركزه الأقصر، والآخر لمصر السفلى مركزه العاصمة منف. خضع كل فيلق لقيادة نائب الجيش الذي كان يحتل قيادة الجيش تحت قائد الجيش العام وهو الملك. أهم مهام هذين الفيلقين هو تدريب الجنود، إعدادهم للخدمة، تزويدهم بالأعداد الكافية لحماية الحصون والحاميات، تقديم الرجال للخدمة في الحرس الملكي، وأيضا إخراج كتبة وكتاب لمرافقة الفرق العسكرية. ومن هنا ظهرت طبقة عسكرية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية جديدة في بداية الأسرة الـ18، استمدت نفوذها أهميتها من المهام المدنية والعسكرية التي قامت بها في تلك الفترة، وكانت ذات طابع حربي. وكانت هذه الطبقة لظهورها ظهورة حتمية لمواجهة الأخطار اللي هددت مصر من الشرق، خاصة بعد احتلال الهكسوس لمصر من الشرق، وجود مجموعة من الأعداء على الحد الشرقي اللي بيحيط بمصر وبيهددها كأخطار بلاد العراق القديم وبعض ممالك سوريا الكبرى. كان يصاب المهرة من جنود وضباط بالإقطاعات الأراضي التي اقتحمها لهم الملك، وأيضا بالأوسمة مثل نوط الذبابة، والذبابة هنا دلالة على مدى كون الضابط مثابر كالذبابة إلى أن يحقق هدفه وهو الانتصار على العدو. كان الملك هو القائد الأعلى للجيش، يتولى منصب أشبه بالقائد العام للقوات المسلحة. كان يقيم القائد هذا في مقر القيادة العامة للقوات بمدينة منف حيث مقر الجيش. كما يشير العالم يورجن فون بكرات إلى أن تمركز أهم قوة في الجيش المصري وهي سلاح المركبات الحربية كان في مدينة منف تحت القيادة المباشرة لولي العهد. كانت أيضا منف هي العاصمة العسكرية لمصر خلال تلك الفترة من الدولة الحديثة، فكانت المركز الرئيس للحملات العسكرية والحربية التي خرجت لحماية مصر وللسيطرة على بلاد جنوب غرب آسيا، وكان موقعها يسمح بمراقبة وادي النيل والحدود الشرقية، مما سمح للحماية العسكرية بالتحرك في جناح السرعة عند اللزوم لقمع أي خطر يهدد البلاد. فانطلقت الحملات العسكرية من تلك المدينة ومن مقر الجيش إلى آسيا، وفي أشهر عهدين هو عهد تحتمس الثالث وابنه أمنحوت الثاني في مدينة منف في عصر الأسرة الـ18. كانت أيضا مركزا لصناعة السلاح ولتدريب المركبات. أنشئت بالمدينة قاعدة بحرية مهمة هي ميناء برونيفر العسكري. وبالرغم من اتخاذ نابليون عاصمة جديدة هي مدينة أخت أتون العمارنة بمحافظة المنيا،
إلا أن منف ظلت المقر الرسمي لسلاح مركبات بالجيش، وظلت المقر الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة في ذلك الوقت. تمدنا مقابر العمارنة بالكثير من المناظر الخاصة بالجنود والعربات والألوية، بل أحد تلك المقابر هي لقائد من قوات الجيش المصري. كان الملك يختار ضباطه من الرجال الذي يلاحظ إقدامهم وبسالتهم، فيهبوا من الأراضي المقتطعة في الغالب من أملاكه الشخصية، يضمن لهم دخلا ثابتا، يمنحهم قسما من الغنائم ولا سيما الأسرى الأحياء. هكذا تشكلت طبقة اجتماعية جديدة تتمتع بالثروة الضخمة وتحظى برضا الملك. ظل النظام القديم في تجنيد المصريين في إطار كل إقليم على حدة، نسبة مئوية لكل أسرة، الإدارة تقدم تصورها للأعداد اللازمة للوحدات العسكرية وتحدد أعداد المجندين المطلوبين، ولكن يبدو أن بعض الاستثناءات الخاصة بعدد المجندين المطلوبين من كل عائلة كانت تمنح للعائلات كثيرة العدد. في تلك الفترة تكون الجيش المصري من 4 فرق حمل كل منها اسم أحد المعبودات الشهيرة: رع، أمون، بتاح، ست. بلغ عدد قوات الفرقة 20,000، 4 فرق قوامها 20,000 محارب، باعتبر أن كل فرقة قوامها 5,000 محارب طبقا للنظام المعمول به في عصر الرعمسة. كل فرقة يرأسها قائد، والفرقة 5,000 توزع على 20 فصيلة، كل فصيلة يرأسها ضابط يحمل لواءهم سواء في الحرب أو في الاستعراضات العسكرية، وتتكون من 250 رجل موزعين على 5 مجموعات، كل مجموعة من المجموعات تكون من 50 رجل يرأسهم من يشتهر بلقب أكبر الـ50. تشتمل كل فرقة على عنصرين أساسيين: المشاة وركبي العربات الحربية. فيما يخص المشاة، لدينا مجندين متطوعين وآخرين إجباريا، لدينا مدربين دائمين، لدينا عدد من الفدائيين. هذا ما دلت عليه المصادر والدراسات الخاصة بهذا الموضوع. وينقسم المشاة إلى 3 أنواع. النوع الأول مشاة ثقيلة مدججة بالسلاح، النوع الثاني مشاة خفيفة، النوع الثالث حامله الأقواس والسهام. إيه هي الأسلحة اللي بيقوم بيها المشاة في عملياتهم العسكرية؟ هي البلط، دبابيس القتال، الحراب، السيوف، وأيضا الأقواس والسهام. أما فيما يخص الجزء الثاني من كل فرقة، وهو راكبي العربات الحربية ذات الحصانين والعجلتين، فتتكون من فصائل على رأسها قائد عام الحربات الحربية. يبقى قائد عام العربات الحربية بيرأس كل فصيلة، وكل فصيلة مكونة من 25 عربة، يرأس كلها كل عربة قائد عربة العاصمة. العربة بتتضمن إيه؟ سائق وجندي، تسليحه كالتالي: قوس، عدة سهام، سيف، درع، ورمح. قائد سلاح المركبات مسؤول في مجمل هذا السلاح، كان بيعونه رئيس الخيول، أو بما يعرف أيضا برئيس الإسطبلات الملكية. ولما كان قادة المركبات الحربية يعتبرون هم صفوة العسكريين ورغبتهم، كان يتلقون أعلى قدر من الثقة والثقافة والتدريب والاهتمام. بالإضافة إلى الفرق المصرية، هناك أيضا فرق أخرى من المرتزقة الأجانب، تتكون في الغالب من النوبيين، كان تحتمس على ما يبدو أول من اتخذ مرتزقة في ساحة المعركة، أبرزهم الشرادنة اللي تعود أصولهم إلى بلاد شرداس في آسيا الصغرى. اشترك الجيش المصري في عدة معارك حربية شهيرة مثل مجدو وقادش في عهد الملكين تحتمس الثالث في الأسرة 18، ورمسيس الثاني في الأسرة 19. هذا غير المعارك الأخرى لحماية مصر من غزوات شعوب البحر في عهد الملك رامسيس الثالث في الأسرة 20. من أشهر القادة المصريين القائد قاي عبر في الأسرة 5، القائدان ويني وإنتي في الأسرة 6، القائد إندي في الأسرة 8، لدينا القائد خوسوبك والقائد نسمونتو في الأسرة 12، ومن أسرة 18 لدينا العظام أحمس بن إبانة، أحمس بن نخبت، أمون حور حب. وفي نفس الفترة دي عندنا القائد الشهير جحوتي، اللي قصة اقتحامه المدينة يافا تشابه في جانب دخول الجنود للمدينة داخل زلع نفس قصة علي بابا والـ40 حرامي. في العصر المتأخر
لدينا كبير كهنة آمون القائد حريحور الذي أصبح قائدا عسكريا والقائد بيعان في الأسرة 21. لدينا القادة إيبوت وإولوت ولامنتو نلموت في الأسرة 22، والقائد أيحمس وأمون تفنخت وحقا إمساف وكارف ونسوحور في الأسرة 26 إلى آخره من القادة الشهيرين. الألقاب العسكرية متنوعة وعديدة، نذكر منها على سبيل المثال إيمي را مشع أي مشرف الجيش، أو وهو قائد الجيش. يمكن أن يضاف إلى هذا اللقب عدة ألقاب فتوضح أنه هو مشرف الفرق الآسيوية زي الإمير مشع عامو. هناك القائد العظيم أو المشرف الأعلى للقوات المسلحة، أو القائد العام للجيش إمير مشع وير، مشرف الفرق العسكرية العظيم بترجمته. هناك أيضا ألقاب كمشرف على جيش منطقة الواحات، أو قائد حرس القصر الملكي، أو مشرف فرق العمل والحملة والبعثات التي يذهب إليها الجيش للمناجم والمحاجر. هناك أيضا قائد في كل الأماكن العسكرية إميرا مشع إم ست نبت شتات. هناك قائد الفرقة العسكرية المترأس للصحراوات كما تمدنا نقوش وادي الحمامات. لدينا أيضا قائد جيوش مصر العليا والسفلى إميرا مشع إن بيرنسو. لم يكن الجيش فقط بدور عسكري، إنما كان لديها أيضا تأمينات للبعثات وكثير من الأعمال الإنشائية، وتميز بصفات إنسانية أكدت عليها النصوص الأدبية والسير الذاتية. استمر الجيش يتسم بمصريته إلى الدخل المرتزقة في منتصف الأسرة 18 في عهد تحتمس الثالث. زادت الظاهرة دي في عصر الأسرة 19، استفحلت وسيطر القادة الليبيين على حكم مصر في عصر الانتقال الثالث في الأسرة من 22 إلى 24، بينما في الأسرة 26 تم إضافة العناصر الإغريقية باختلاف أنواعها لمجموعات الجنود المرتزقة، ما أضعف الجيش المصري وجعله يتردد إلى أن سقطت مصر فريسة الاحتلال الفارسي مرتين في عصر الأسرة 27 والأسرة 31، إلى أن احتل الإسكندر الأكبر مصر وجعلها ضمن إمبراطوريته، وتحولت من بعده إلى أحد قادته بطليموس الأول فجعلها مملكة بطليمية، إلى أن حاول الملك البطليموس الرابع إعادة العنصر المصري للجيش. وتجددت ثورات المصريين بعد معركة رفح 217 قبل الميلاد، واحتل الرومان مصر، فظلت مصر تدور في فلك الإمبراطورية الرومانية البيزنطية إلى أن جاء عمرو بن العاص في منتصف القرن السابع الميلادي بالجيش العربي، فظل الجيش غير مصري إلى عهد محمد علي باشا الذي أعاد المصريين إلى جيشهم الوطني في فترة حكمه.